وأضاف ميهو بي أن الـR&D لن ينسحب من الحياة السياسية وأن الشعب هو الوحيد من يقصي، مضيفا أن الحزب سيواجه أخطاء الماضي بكل مسؤولية. لاحظتم أن هناك من رفع لافتات وقال يجب حل هذه الأحزاب وهذه. هذه ماذا؟ منطق شعبوي ومزايدات سياسوية لا تفيد. الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تعاقب هذا الحزب أو ذاك هو الشعب من خلال الصندوق. نحن أحزاب وجدت بقوانين الجمهورية، أحزاب ملك مناضليها الذين آمنوا بمبادئها بأفكارها ويناضلون من أجلها، هم الذين يمتلكون الحق في تحديد مصير هذه الأحزاب ومنها حزبنا. إذن فأن يأتي حزب ويسعى لإلغائك ليحل محلك، هذا ليس منطقا ديمقراطيا.